السنة اللي فاتت بدأنا الاتحاد منستيري وكسبنا 3-0. النهارده الحمد لله برضو اعتقد النتيجة كويسة. سان جورج اعتبر اكنها برضو بنلعب بره ملعبنا لان الماتش ماتشهم يعني، فاعتقد الحمد لله النتيجة كويسة، واعتقد الحمد لله برضو الراجل اطمن على اللعيبة وجاهزيتهم. بطولة كبيرة بالنسبة لنا وتحدي كبير وبطولة محببة لينا ولجمهورنا. اتمنى ان شاء الله زي ما ان شاء الله قدرنا نحسمها السنة اللي فاتت ان شاء الله السنة دي ان شاء الله نقدر نحافظ عليها ان شاء الله ونكمل ببقية البطولات بإذن الله. يمكن هو دايما الراجل بيتكلم في النقطة دي اللي انت يعني انت عايش معانا فترات كبيرة جدا، ان الراجل دايما بيتكلم ان الماتش الموجود الماتش الحالي يعني هو اهم ماتش بالنسبة لنا يعني. فاعتقد الحمد لله اللعيبه الحمد لله استوعبت فكره كبير جدا، وممكن النهارده الحمد لله زي ما انت قلت بدايه مهمه، خصوصا انت بتلعب فرقه برضو من الفرق المميزه في الدور ده، يعني انت تلعب فرقه سان جورج يعني اعتقد فرقه عندها تاريخ كبير في الادوار ديت وتحقق مفاجآت وعلى طول في بطوله افريقيا. فاعتقد الحمد لله ان انت تحقق المكسب دوت ولا ده اعتقد الحمد لله دي حاجه ايجابيه الحمد لله نقدر نبني عليها ان شاء الله. ممكن طبعا ودي برضو يعني مش عاوز نغفل برضو شخصيه اللعيبه نفسها، يعني لعيبه النادي الاهلي بتقدر المسؤوليه بشكل كبير جدا، مسؤوليه جمهورهم، مسؤوليه ان هم بيلعبوا نادي بيلعب على كل البطولات اللي بيلعب عليها بيحارب عليها. يمكن كان في دروب حصل، ويمكن اعتقد يعني ما كناش في يومنا وما كانش في احسن ما كناش في احسن حاله يعني، لكن الحمد لله النهارده بترجع تاني وبتقوم تاني وتقدم اداء مميز جدا مع المصري، والنهارده بتكمل ان شاء الله الفترات اللي جايه تكون احسن واحسن لينا، وان شاء الله نقدر نعوض البطوله دي ببطولات اكتر ان شاء الله. زي ما انت قلت طبعا كان مهم جدا ان احنا كنا فتره كبيره جدا ما عملناش فتره اعداد وما خدناش اجازه، لكن الحمد لله كان ساعدنا المعسكر دوت زي ما انت قلت في ان انت تعمل اعداد كويس واللعيبه تخش يبقى فيها انسجام، زي ما انت قلت مثلا امام من اللعيبه المميزه جدا اللعيبه الدوليه اللي بتقدر ومش غريب على لعيبه النادي الاهلي يعني خصوصا في المنتخب ان هو بيخش الفرقه بالسرعه ديت والاداء ده وتعتقد برده كان المعسكر ساعدنا شويه. بنفس القصه بالنسبه لرضا سليم برده من اللعيبه المميزه واللي قدر في وقت قصير يبقى يخش الفرقه بشكل كبير، كان دي بتعمل منافسه النهارده. بتشوف حسين الشحات ما شاء الله النهارده بيعمل اداء مميز، احمد عبد القادر بينزل بيعمل اداء مميز، قفشه. فاعتقد كل ما يبقى عندك حلول اكتر بيبقى في منافسه اكتر ويبقى طبعا في صالح الفرقه كل ده يعني. وزي ما بقول لك وكل مره بقول لك ان احنا بنفكر كل وقت في وقتها، يعني كل مباراه وكل بطوله في وقتها. احنا دلوقتي في بطوله افريقيا فكل تفكيرنا ان احنا ازاي نقدر نوصل ونعدي الدور، بعد كده نفصل في الدوري وبعد كده نفصل في الكاس. فخلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين واحده واحده ان شاء الله بنفس التحدي ونفس الروح ديت. والعامل الاكبر بقى اللي بيساعدنا اكتر النهارده يعني جمهورنا طبعا، بشكره طبعا على حضوره، واتمنى ان شاء الله بقى الفتره الجايه يكون في زياده اكتر واكتر باذن الله.